يوضح ميزان حرارة موجود في مختبر درجة الحرارة بكل من الدرجة المئوية سيلسيوس والفهرنهايت، يرتفع الزئبق في ميزان الحرارة إلى 56 درجة فهرنهايت، فما هي درجة الحرارة المكافئة لها بالدرجة المئوية؟ وأعطينا صيغتان، إذا كنا نعلم درجة الحرارة المئوية فكيف نجد درجة الحرارة بالفهرنهايت، أو إذا كنا نعلم درجة الحرارة بالفهرنهايت فكيف نجدها بالدرجة المئوية؟ وفي الواقع لقد تم اشتقاقهما من بعض، وسوف نتعلم عن ذلك عندما نتعلم الجبر، وأيضا ربما في عرض آخر سوف أوضح كيفية اشتقاقهم، وهذا شيء مثير للاهتمام ويحتوي على بعض الجبر، لكن أعطينا صيغة، لذا كل المطلوب منا الآن هو أن نطبقها، وربما نتأكد من أننا نفهم أي واحدة يجب أن نطبق. حسنا، لقد أعطينا درجة بالفهرنهايت هنا، إذن F تساوي 56، والمطلوب منا أن نجدها بالدرجة المئوية، إذن نحن بحاجة لأن نجد درجة الحرارة المئوية. حسنا، هنا إذا كنتم تعرفون درجة الحرارة بالفهرنهايت فيمكنكم أن تجدوها بالدرجة المئوية. دعونا نستخدم هذا هنا. درجة الحرارة المئوية تساوي 5/9 ضرب درجة الحرارة بالفهرنهايت، وهي 56 درجة فهرنهايت ناقص 32، حسناً 56 ناقص 32 يساوي 24، إذن هذا يساوي 5/9 ضرب 24، وهذا يساوي 5 ضرب 24/9. وقبل أن نضرب 5 ضرب 24 يمكننا أن نقسم البسط والمقام على 3، دعونا نفعل ذلك. إذا قسمنا البسط والمقام على 3 فلن نغير من القيمة. 24/3 يساوي 8، 9 تقسيم 3 يساوي 3. إذا تصبح 5 ضرب 8 أي 40/3 درجة. وإذا أردنا أن نكتبها كعدد أكثر وضوحا بالنسبة لنا بدلالة درجة الحرارة، فدعونا نقسم 40/3 لكي نحصل على عدد الدرجات لدينا. 4 تقسيم 3 يساوي 1، 1 ضرب 3 يساوي 3 نطرح، والباقي 1 نضع 1 في اليد وننزل الصفر. 10 تقسيم 3 يساوي 3 والباقي 1، ثم يمكنك أن تنزل صفر آخر، لدينا الآن فاصل عشرية هنا. 10 تقسيم 3 يساوي 3، إذن هذه 3 ستتكرر للأبد، لذا يمكنك أن تعتبر أنه يساوي 13.3333، إنه يستمر بالتكرار، هذا الخط الموجود في الأعلى يعني التكرار درجة مئوية. أو يمكنك أن تقول أن 40 تقسيم 3 يساوي 13 والباقي 1، إذن يمكنك أيضا أن تقول أن هذا يساوي 13 والباقي 1، إذن هي 13.3 درجة مئوية. بأي طريقة ستنجح، لكن هذه هي الدرجة المئوية عندما تكون درجة الحرارة 56 فهرنهايت.